نحكي عن قديش أهمية الإدارة والهيكل الإدارية بأي شركة ناشئة. برأيك هل في ممارسات لازم الشركات الناشئة تعملها لبناء هيكل إداري متماسك أو نظام إداري متماسك فيها؟ في كذا مرحلة أي entrepreneur بيبدأ بيعدي فيها. في المراحل الأولانية لما تكون الشركة عبارة عن 5 أشخاص 10 أشخاص كلهم يعرفوا بعض شخصيا وربما يكونوا أصدقاء يعرفوا بعض من قبل كده، وبعدين تبدأ توصل مرة واحدة تلاقي عندك بقى 20 30 40 100 أو أكتر. فالفترة دي اللي انت بتكبر فيها بالعدد ده ومحتاج انك تبدأ تخلق professional management، الإدارة اللي عندك تكون مختلفة. هتبدأ ان انت تحط قواعد للشغل جوه الشركة، هتبدأ ان انت تبقى عندك إدارة للموارد البشرية، هتبدأ ان انت تقسم المجموعات العمل جوه الشركة. دي يمكن من اكتر الفترات اللي هي خطر في أعمار الشركات، لأن الناس اللي بتبدأ مش دايما هي اللي بتعرف تكبر الشركة وتوصلها للمرحلة الإدارية اللي تقدر تعمل فيها. فدي من في الفترة دي محتاج إنك تسأل استشاريين يكونوا اشتغلوا في شركات أكبر في الحجم وشافوا شكلها إيه، ويقدر يديلك نصيحة بسرعة ويوفر عليك تجارب هتضيع وقت كتير قوي من عمر الشركة. فدي يمكن من أكتر المراحل الحرجة فإن الشركات تكبر من شركة صغيرة لأن هي تبقى شركة متوسطة الحجم فيها 100 200 300 واحد شغال وبتقدم يعني الريفني بتاعها بقى عالي وهكذا.